وفي الآخرة هناك في حاجة اسمها الصراط. الصراط ده جسر في صحيح البخاري، جسر بين ظهراني جهنم، دي جهنم. بعدين بيضرب الصراط وبيغادي له القنطرة وبيغادي الجنة وبيعرض المحشر، والناس بتطلع الصراط. الصراط ده فيه صفات. أول شيء تحت جهنم، يعني وقعت تحت النار، واحد. اثنين مظلم، مظلم. ثلاثة أرق، شفت، أدق وأرق من الشعرة، وأحد من السيف، كما في شرح السنة، في شرح شرح السنة للفوزان، شرح شرح السنة للبربهاري. بعدين قال لك به خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان، مسافته ما من هنا الحد العربي، ولا من هنا الحد أمريكا، ولا من هنا للسعودية، ولا مصر، ولا الإمارات، ولا لا لا، بين ظهراني جهنم، مسافة بعيدة مرة واحدة. والزول عشان يدخل الجنة بيجي ماري بالصراط ده. أنا وإنت كان الله دخلنا الجنة نجي مارين بالصراط ده. وبه خطاطيف وكلاليب كشوك السعدان، يعني ما بس نحيف ووك وكذا وحار وناي وحاد، لا لا، ولسه قال لك فيه خطاطيف بترميك. بعد ده الزول يجي طالع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناج مسلم. في زول بنجو سليم بمرق بغادي، نسأل الله يجعلنا جميعا من هؤلاء كلنا كذا، الله يرحمنا. قال: وناج مخدوش. في زول بنجو، لكن قبل ما ينجو بيتخدش نار، وقع ووك ويتجرح ويمش لحد ما يمرق بغادي، تعب شديد جدا. ومكردس، في زول بقع ولا بتمسكوا الخطاطيف دي، المهم بيبقى من اهل النار، خد كراع وتقسم قسمين يقع في النار، مشكله طويله جدا. الزول لو دار ينجو في الصراط ده يبقى تقي في الدنيا دي، تبقى تقي في بيت طوالي، غض بصرك ما تكشف، تبقى زي سواق الركشه تتلفت بيجاي وبيجاي ودعاين، دي طويله ودي قصيره، انت جابوك تنظر خطبه، ايه خطبه، انت شغال كذي خطوبة، هي تقعد تعاين فيها اثنين كبار واثنين صغار، انت طرحة مالك ومالك انت، والله يعاين في بنات الناس، وداك شغال لقيته في البياع اوك لحد في النهاية شغلك اتمت بيه، قال صرف النظر عني وبقى مارق، ما عارف انت من قبل مضغوط بصرك شنو شغال في البلاوي ساي ومصايب. تكون تقي في الدنيا دي تغض بصرك من الحرام، موبايلك فيه غنى طوالي امسحه، وقتي تمسحه طوالي، نزل القرآن، هذا ابو بلال قاعد، نزل القرآن ونزل محاضرات واستفيد، همش بالليل اسمع، كان موت تزاته في باقي الليل ده تموت حسن خاتمه يا اخي، تاخذ تقعد تسمع في الغنى يبكي فيك يا اخي، لهيب الشوق يقعد يبكي هو بيجوا اوك تبكي ساعتها يجمع. انا والله متعجب في النازل، البيت جنبه، هذا جنبه، هذه قاعده جنبه، واحده من السماعه في اذانه والسماعه الثانيه في اذانه، وذاك شغال لي بالشوق ويبكي جنبك، انت مشتاق لامتين جنبك، دي كديسه ما هي ذاتها، مخدوعين النازل عايشين في اوهام، والله الذي لا اله غيره، اوهام تلقاهم حزينين وبتونسوا ونسات، لان المتزوجين ما قاعدين يتونسوا يا اخي، ساعات طويلة تلقاهم في النجيلة يصعمطوا فيها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، والأرض بعدين بتوريك يصعمط في النجيلة، وأنا والنجوم وما قادر أقوم وحرام القلوب تلب وخلاني أتقلب، بديك بصونة وبتتقلب تاني، أنت بتلعب بالأمة يا أخي، أنت تلعب ببنات الناس يا أخي، خليك زول تقي، امسح الغنى، نزل القرآن طوالي، استفيد منه يا أخي، تقرأ قصة، تسمع قصة يوسف عليه السلام تلقى عبر فوائد، تقرأ سورة القيامة تسمعها تلقى مواعظ عجيبة جدا، تسمع سورة الإنسان كأنك دخلت الجنة ومركت تاني، نعيم ولذة في كتاب الله تعالى. خليك زول تقي، أبعد من الحرام، قروش بتاعت حرام كذي زح منها طوالي،
اللي زول في الدنيا دي. قال وإن منكم إلا واردها، بمش في الصراط بعدين، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. شكيد التقي، وعلى رأس التقوى كما ذكرنا توحيد الله تعالى. حجبات قطعة والي يا أخي، الله بيحفظك. ناس عجائز يا أخي تلقى عمره 80 سنة و90 سنة ولا طقته عقرب ولا طقته طلقة، الحافظ منه مش الله سبحانه وتعالى. تأخذ البس لك حجاب يا أخي، زول كبير لابس له حجاب، ده حجاب شنو؟ حجاب نملة. هسي كبير النملة ولا كبير الحجاب بتاعك ده؟ انت نملة خايف منها لما تشرك بالله سبحانه وتعالى. اوهم الناس يوت الجماعة ديل اصحاب العقائد المنحرفة، اوهمون. الزول المؤمن ده بيكون قوي، ما بخاف الا من الله سبحانه وتعالى. والله ديل يخوفوك من اي شيء، من ضلك تخاف. السفنجة مقلوبة عادلة عادلة، يقول لك تقليب علينا. اشترى حافلة تلقى مركب فيها جزمة بتاع الطفل صغير، يا زول حافلة ليه مركب فيها كذي؟ تلقى فيها شعرة هنا، وتلقى الدم يخط يده في الدم ويلصق، ويقول لك ما كرمنا ليها بتنقلب. والخواجة الصناعة ما بسوي كرامة، خواجة ذاته ما قاعد يطبح. انت يا اخي، انت يا اخي عندك هوس في راسك تقعد تطبح اوكي يا اخي، لو شكرا لله معلش، لكن ما تكون فيها عقيدة. بلاوي عمارة تلقاه ابن نوح في الاساس، طيب ابن نوح تلقاه يجيب لي عيش حب يشتته، ده شنو العيش ده؟ يقول من الجن. وده جن ولا حمام؟ انت بتشتت لي عيش ليه؟ الجن تشتت لي عيش؟ وانت خايف من الجن ليه؟ اقرا سورة البقرة يا اخي، تاني شيطان ما بيقعد في بيتك ده، كلهم بيبقوا مارقين. يقول لك اوي في بقرة هنا سورة البقرة، بيبقوا مارقين طوالي، ينو يا خايف اي شيء يرجفوا. يا اخي بيت تلقاه فيه قرون، ما شفتوه؟ بيت يسووا فيه قرون، ده بينطح ماله البيت ده ذاته، في بيت بيتحرك ساوي له قرون ليه؟ قول له عقائد في البلد دي اوهم الناس وخوفون. والله وتعتر بدل تنادي الله الخلق الكون تقعد تنادي في ديل، يا فلان الحقنا، وفلان جوا بيسالوا فيه من ربك، وده بيجاي شغال الحقنا يا زول، وده عنده سؤال جوا ما دينك، وده شغال له افزعنا والحقنا، الحقك وين؟ انت ما جايب خبر ساي. والله الذي لا اله غيره، قال تعالى اموات غير احياء. ثاني كيف يفهمك اكثر من كذي؟ اموات مش براب تفهم، لا لا ثاني زاد لك، قال لك غير احياء. غير احياء يعني شنو؟ اموات وما يشعرون ايانا يبعثون. ثاني بعد اكثر من كذي كيف؟ قال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. تمشي يا اخي الرائحه، امشوا لفلان الفقيه بيجيب لنا الرائحه. الله قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب، قال تعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. عقائد كلها يا اخي بلاوي.